كما رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنويا وزارة الخارجية الأمريكية. وأكد معاليه أن تحقيق مملكة البحرين لهذا التصنيف هو إنجاز نوعي، خاصة وأنها الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه الفئة المتقدمة في تصنيف الخارجية الأمريكية، وهو ما تحقق بفضل رؤية العاهل المفدى الموجهة نحو رعاية وصيانة حقوق الإنسان، والتي تستند عليها مقومات المشروع الإصلاحي القائمة على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل، مما يشمل المجالات كافة. وكذلك توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر والجهود الدؤوبة التي يبذلها سمو ولي العهد والموجهة لإصلاح سوق العمل وهيكلته. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن جهود مملكة البحرين في هذا المجال متقدمة ومتسارعة بالمقارنة مع العديد من الدول، نتيجة استمرار الجهود الرسمية والأهلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتضافرها ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.